ليس الورع يا أخي عباءة تلبسه ولا لحية سابغة وثوبا قصيرا، واللحية والثوب من الدين. ليس الورع أن تصلي صلاة على إثر صلاة في الصف الأول، ولا أن تصوم الاثنين والخميس، ولا أن تكثر من الصدقات على الأرامل والمساكين. ليس الورع دموعا تسكبها خلف إمام في صلاة التراويح. الورع يا أخي في الحلال والحرام، في حدود الله، في رد المظالم وترك ما حرم الله، والوقوف عند الحقوق التي أوجب الله عز وجل أداءها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس مع أصحابه يقول رضي الله عنه وهو الملهم المحدث: من يصف لي الورع؟ من تعدون الورع فيكم؟ فقال: رجال أهل الصلاة. قال: لا يصلي البر والفاجر؟ قالوا: أهل الصيام. قال: لا يصوم البر والفاجر. قالوا: أهل الصدقة. قال: يتصدق البر والفاجر ويحج البر والفاجر. الورع من إن عاملته بالدرهم والدينار صدق. رجل يثني على آخر عند عمر فيقول له عمر معلما وموجها: أسافرت معه؟ أتجرت معه؟ أستدنت منه؟ أعاملته بالدرهم والدينار؟ والرجل يقول: لا لا. فقال عمر: أراك رأيته يسجد ويركع في المسجد ويخفق برأسه فظننته من الصالحين؟ قال: بلى. قال: ليس كذلك، لا تثني عليه. عبيد الله بن عمر تسمعون به، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، قال له رجل بعد الصلاة: عظني يا إمام، عظني، ذكرني في الله، عظني. فأخذ رحمه الله حصاة من الأرض وقال له: والله لزينة هذه من الورع في حقوق الخلق أحب إلى الله من نافلة أهل الأرض جميعا صلاة وصيامة. حذيفة بن قتادة المرعشي رأى بعض التجار في السوق عند الأذان يغلقون المحل وينطلقون للصف الأول ويتزاحمون على الصلاة في الصف الأول، يقول لهم: يا أيها التجار، كلوا الحلال وأدوا الحقوق ولا يضركم إن صليتم في الصف الأخير.